مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة فيها فقرتين، بس فقرتنا الأولى هنشوف النهاردة فيها حاجات غريبة. هي مش غريبة قوي، احنا اعتدنا الفترة اللي فاتت وشفنا الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا إعلانات كتير، وشفنا حاجات كتير يقول لك تكميم المعدة، وشفنا دكتور يقول لك بدون فوائد وبالتقسيط، أكنها تلاجة أكنها غسالة. فأصبحت سلعة تجارية دلوقتي اللي هي سلعة السوشيال ميديا أو سلعة العمليات اللي موجودة في السوشيال ميديا. فهنشوف النهاردة قضيتين، والقضيتين يعني أغرب من بعض ولكن لشخص واحد. شخص واحد هو الطبيب الذي قام بإجراء هذه العمليات، ولكن القضيتين مختلفتين في حالتين فيهم وفاء. تعرف الاول بالاستاذ محمد صفوت، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. اهلا بيك في برنامجنا النهارده المستشار محمد ترك. اهلا وسهلا بحضرتك معالي الباشا، يسعدنا اليوم ان يكون معانا طبعا المستشار ايمن محفوظ اللي دايما بيلقي السلبيات، القضايا اللي هي فيها سلبيات بيلقي الضوء عليها وبيحولها لايجابيات. احنا سعداء بيك النهارده. انا اسعد والله ان اكون في ضيف في برنامج اهل كايرو ومناقشه قضيه خطيره زي اللي حضرتك بتناقشها النهارده، ولكل موضوعاتك خطيره طبعا ومهمه طبعا. احنا بنشكرك النهارده وبنشكر ضيوفنا النهارده في برنامجنا. ده احنا اللي بنشكر حضرتك معانا. وعايزين نعرف من الاستاذ محمد ايه اللي حصل. اولا يعني ده شيء يشرفنا ان احنا نعرض مشكلتنا عن طريق برنامج حضرتك، وربنا يخليك والف شكر. اللي حصل ان والدي كان سنه 65 سنه، وزنه 175 كيلو. فطبعا زي ما حضرتك لسه قايل، الاعلانات اللي مالت الدنيا دي خلته عايز يخس، فراح للدكتور احمد السبكي في العياده. فالدكتور احمد بيبتدي العرض في العياده ازاي؟ اول حاجه عمليه تكميم على طول، يسهل لك الموضوع يبسطها لك. دي عمليه سهله. دي كانت بالقسط ولا كاش؟ لا والله كاش. بس احنا سمعنا في الفتره اللي فاتت ان العمليات دي بتتعمل بالتقسيط لانها مكلفه جدا وغاليه، ويقول لك بدون فوائد مكلفه بتعدي 60,000 على 6 شهور وعلى سنه وحاجات من كده. وكمان لما بتقعد في المستشفى بعد تدهور الحاله شهر ونص او شهرين، حضرتك ادرى الناس بالمستشفيات الاستثماري. ايه اللي حصل بعد كده وايه اللي بيحصل؟ المهم عمل عمليه التكميم. في عمليه التكميم دي بيحصل فيها تدبيس للمعده، بيشيل جزء ويدبس الباقي. الدباسة دي المفروض بيجيبها الدكتور احمد عن طريقه هو والدبابيس. لازم الدبابيس والدباسة دول بيكونوا بيستخدموا مرة واحدة، والمريض بياخد الدباسة. فاحنا رحنا العمليات، دكتور حدد لنا ميعاد، رحنا العمليات في مستشفى لوران. بسم الله الرحمن الرحيم، كده في حالتين في اوضه العمليات، يعني حالتين مع بعض في اوضه عمليات واحده، في اوضه في غرفه عمليات واحده، حالتين حالتين دخلوا مع بعض، بيتعمل لهم عمليه في توقيت واحد بالظبط. الساعه 5 الدخول، طالع من العمليات الساعه 8:30 او 9 الا ربع. وطبعا والد حضرتك كان هنا دكتور واحد بيعمل عمليتين في وقت واحد. ده انا حاله والدي كده في مستشفى لوران. بنتكلم عن حاله والده، ان كان في حاله تاني مع والده، في حاله تانيه دخلوا مع بعض بطقم تاني. بطقم تاني هو نفس طقم الدكتور. الدكتور بيشتغل في المستشفى، ملهاش علاقه خالص بالموضوع. المستشفى ما هي الا مكان بيتحجز، هو بيأجر غرفه عمليات، بيخش يعمل العمليه حضرتك، وبيدفع ثمن ايجار. يعني بيعمل عمليتين في وقت واحد يا استاذ تامر برضو. ده احنا برضو لسه البدايه، نكمل عشان برضو الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا يعرفوا الموضوع، واحنا نقدر ان احنا نستوعب برضو بقيه الموضوع، ان احنا نشوف، لان هي قضيه خطيره وموجوده دلوقتي على السوشيال ميديا وموجوده دلوقتي على التواصل الاجتماعي، منتشره بطريقه ان احنا دلوقتي في بينا في عصر ان احنا بنتاجر في السلع اللي موجوده، ان احنا بنتاجر في البني ادمين. هي سلعه دلوقتي، مش ولا غساله ولا ثلاجه، دي عمليه تكميم معده زيها زي اي سلعه دلوقتي بنشوفها، حياه انسان بنشوفها دلوقتي على السوشيال ميديا ان هي سلعه تجاريه. فاحنا عايزين نكمل برضو من حضرتك، عشان انا برضو بلفت نظر الساده المسؤولين اللي موجودين ازاي ان احنا قدرنا نوصل بدون رقابه في السوشيال ميديا، وفين رقابه وزاره الصحه، وفين الرقابه اللي موجوده حاليا على الاعلانات اللي موجوده مجهوله المصدر. كمل يا استاذ. تمام. تاني طلع من العمليات الدكتور احمد قال ان هو في الافاقه هيطلع وهيكون كويس وتمام، وتاني يوم هعدي عليه. طبعا تاني يوم ما جاش الدكتور احمد، ساب لنا روشته العلاج والابر والكده وكاتب خروج. خرجنا بعديها باربع خمس ايام حصلت مضاعفات. اولا ما فيش ادرار بول، فالكلى اتضررت، في تسمم بكتيري في الدم. بعد لما رحنا المستشفى وعملنا اشعه، عرفنا ان في تسريب في احد الدبابيس اللي هي مسؤوليته هو اللي بيشتريها، والمفروض بضمانه هو مش بضمان حد تاني. في تسريب في احد الدبابيس. طيب ايه العمل؟
ان الدكتور احمد يجي يعدل الدبوس ده او يعمل استكشاف للبط ويصلحه بطريقة ما. تمام. الدكتور احمد امتنع ان هو يجي حوالي 5 أو 6 أيام، فابتدت اي حاجة بتخش المعدة، وهو كان الفترة دي بس يدوب عصير او مشروبات فتحة بسيطة، فكل حاجة اتسربت في المعدة، ده عمل له تسمم بكتيري بالدم. والتأخير عن استكشاف البطن ده هو اللي دهور الحالة اكتر، وضر الكلى وضر الطحال وضر حاجات كتير او في المعدة. 5 6 أيام جه الدكتور احمد عن طريق عضو مجلس الشعب، يعني ما جاش علشان احنا بنتحايل عليه او عشان احنا بنستغيث بيه او علشان احنا مش عارفين نتصرف ازاي، ومفيش جراح في اسكندرية. انا رحت لاكتر من 5 جراحين. الحالة وصلت ليه يا فندم؟ الحالة وصلت تسمم بكتيري في الدم وغسيل كلى، ودخل عمليات تاني بعد 5 أيام. المفروض ان الصح الغلط اتعالج وتصحح، ده جه الدكتور احمد عمله بنفسه. بعد ما طلع من العمليات للمرة التانية يومين تانيين في العناية، طبعا ما روحش في العناية المركزة يومين تانيين، ونفس التسريب، الإشعة التانية علشان الاطمئنان التاني نفس التسريب، ودور على الدكتور أحمد ما بيجيش. أنا قدمت شكوى واستئناف، يعني هو العملية اتعملت تاني عشان في تسريب في العملية الأولانية، مرة كمان وفي كل مرة تانية أو مرة تالتة، مرة تالتة. طب حالة المريض إيه دلوقتي في الوقت الحالي؟ الله يرحمه، الله يرحمه لله، ربنا يجعله من اهل الجنه، ربنا يعيننا ونوعي الناس. طيب حضرتك ايه الاجراءات اللي انت اتخذتها ضد الطبيب اللي انت بتتكلم فيه او ضد هذه القضيه اللي انت بتتكلم فيها، ووصلت لغايه فين؟ انا معايا تقارير لحظه بلحظه، شهر ونص في العنايه المركزه، رحت بيهم النيابه، عملت محضر وحكيت فيه كل اللي حصل وقدمته للنيابه العامه، ولحد النهارده يعني القضيه بقى لها 3 سنين. الطب الشرعي ما فصلش في مستندات القضية، يعني من الشرعي من سنة، ولسه لغاية دلوقتي ما شهر 12 اللي فات. طب انت بتطلب ايه من السادة المسؤولين اللي موجودين معانا ويشاهدونا حاليا؟ والله اول حاجة لازم اناشد السيد النائب العام، لازم يجمع القضايا دي، لان انا لما سألت عرفت ان الدكتور احمد في قواضي كتير مرفوعة ضده بنفس الطريقة ونفس الشكل ونفس الاسلوب، لكن كلها بتروح حفظ، كلها بتتحفظ، كلها بتتحفظ. لان نسمع برضو الاستاذ محمد ترك، ايه مشكلتك يا استاذ محمد وايه القضيه اللي عندك؟ مشكلتي انا يعني انا بس هصيغ الموضوع في صاغه بسيطه جدا وباستفاضه. النهارده حضرتك انا كان عندي العميل او الموكل بتاعي كان في قطر. النهارده ليه على السوشيال ميديا وليه النهارده في تكميم معده، والنهارده دكتور اسمه احمد صبحي السبكي قال بيعمل عمليه تكميم معده. اتصل بيه وقابله وقال له انا هاخد منك الحاجه النهارده وهتقابل معاك وهعمل لك عمليه واخد منك 60,000 جنيه. اتفق معاه وقال له خلاص انت النهارده هتعمل العمليه النهارده، تاني يوم خلال 48 ساعه انا هطلع هتطلع وتمشي على رجلك. اللي حصل ان هو دخل عمل العمليه، بعدها بعد ما عمل العمليه فوجئ ان الراجل الدبابيس زي ما قال الاستاذ مش كويسه. النهارده لما حس بخطوره الموقف وخطوره العمليه بدا النهارده دخله عمليه تاني بعدها ب 24 ساعه. العمليه اللي بعدها ب 24 ساعه بوظت العمليه الاولانيه، اضطر ان عمل العمليه الاولانيه ما نفعتش، عمل عمليه ثانيه ما نفعتش. هنا في الطب مفيش ما يقدرش انك انت تعمل عمليتين في توقيت واحد في خلال 48 ساعه. النهارده لما لقي الفضلات بتاعت الموكل او بتاعت المريض بتنزل ما بتنزلش من المكان الطبيعي بتاعها، فبتنزل من المعده، فحس بخطوره الموقف فدخله في العمليه الثانيه. لما دخله في العمليه الثانيه حس بخطوره الموقف، فالدنيا ايه راح عشان يجيب الحاجه بتاعته النهارده ويعمل ويعالجه، راح دخله العنايه المركزه. لما جه النهارده دخله في العنايه المركزه المريض بقت ايه الحاجه بتاعته كل يوم كل يوم في النازل. راح النهارده فوجئ انه ايه بعد ما دخله العنايه المركزه عمل له كام عمليه، عمل له عمليه ثالثه. المريض بتاعي النهارده عمل كام؟ عمل 6 عمليات. ست عمليات نفس الموضوع، في نفس الموضوع المشكلة. نفس السلسلة. احنا لما جينا عملنا عملية الاولانية عملناها في هو 7 عمليات مش 6، ما انا جايل في الكلام. النهاردة اللي حصل كالآتي، المريض لما جاء كان بيتعالج في مستشفى الصفوة، صفوة الجولف. مستشفى الصفوه دي تبع الاخوان. لا بحضرتك انا لازم انا بدي لك، بس اقول لحضرتك هو قال طبعا احنا في برنامجنا دائما انا بس دي واحده، بس انا استاذن حضرتك انك انا برضه اقول كلمه واخلي حضرتك تكمل. لا اخلي حضرتك تكمل، بس احنا دائما في برنامجنا احنا متعودين ان احنا بنرقي الضوء على السلبيات، ودائما بنحاول ان احنا نسلط الضوء على كل سلبيه موجوده عشان نجيب لكل مواطن حقه.
من خلال السادة المسؤولين، لان بلدنا بلد قانون وحياتك راجل قانون وعارف القانون، فاحنا بالنسبة لنا مالناش دعوة بالمنشأة ومالناش دعوة باسم، واحنا بالنسبة لنا برضو احنا اي قضية بنعرضها في برنامجنا بيكون على مسؤولية ضيوفنا، وحضرتك راجل قانون وعارف القانون كويس قوي، فيا ريت حضرتك تشرح لنا الموضوع بدون اسامي مستشفيات، لان المستشفى ده كيان ملوش علاقه بالموضوع في الاول وفي الاخر. انا لحضرتك خلينا في موضوع الحاله الصحيه اللي عند حضرتك وصلت لفين. اتفضل يا فندم. بعد ما عمل 6 عمليات اضطر ان هو يعمل عمليه ايه؟ العمليه السابعه ليه؟ هل المريض هيتحمل 7 عمليات؟ حاله المريض عند حياتك توفى. ايه؟ توفى بتاريخ 25 ربنا يجعله من اهل الجنه. امين يا رب. فاحنا دلوقتي برضو حياتك بتناشد الساده المسؤولين. ما هو حضرتك انا هكمل الموضوع برضو عشان ادخل في حاله ايه قانونيه. بعد كده انا استحنا احمد السبكي ده ما اتصلش، اتصلنا بيه تليفوناته مغلقه، البوتجاردات النهارده هي اللي بترد علينا، اصبح النهارده كل ما تكلمه اسلوب تهديد، اسلوب عنف، لا يمكن ان يكون هذا دكتور على الاطلاق. اتخذ الموضوع ان هو تجاره بالنسبه له، ومش حالتي انا بس، ده كذا حاله ثانيه. الغريب في كده ان ايه، ان حضرتك انت بتقول لي ما تذكرش مستشفيات. ايوه مرضى النهارده اهليته، النهارده اسلام اللي هو متوفي معاه والدته مضاها النهارده على ايصال امانه ب 180,000 جنيه، فوجئ ان النهارده المستشفى ما رضيش يسلم المتسلم المريض لاهليته الا لما المستشفى تسدد. جينا بعد كده حضرتك ان احنا طلعناه من مستشفى صفوه الجولف ودانا مستشفى الجولف التخصصي. جبنا النهارده دكاترة من مستشفى عين شمس النهاردة بتعالج المريض. الدكاترة اللي قاموا بالعلاج 3 دكاترة، 3 دكاترة النهاردة أنا استدعيتهم للنيابة وقالوا أقوالهم وأثبتوا أن هناك إهمال طبي من الدكتور النهاردة السبكي، وقال إن قالوا أن هم الموضوع في إهمال طبي. بس احنا هنتابع الحالة، بس الحالة لما تيجي النهاردة تتدهور وتتوفى احنا ما عندناش مسؤولية. المسؤولية عند مين؟ عند الدكتور الاولاني اللي هو احمد صبح السبكي، ولن اطلق عليه اي دكتور. النهاردة عنده اهمال. طب انا كدكتور لابد ان انا انجح العملية بتاعتي. طب انجح العملية بتاعتي ازاي؟ ان انا اتدارك الاهمال. الدكتور هو عليه العناية انه يقوم بعلاج المريض علاجه صحيح. النهاردة لما نيجي نفاجئ ان النهاردة الدكتور ما قامش بالوظائف بتاعته ومش وقفل تليفوناته وما رضيش يرد على حد، والحاله النهارده اتدهورت وصلت للوفاه. نيجي النهارده نحاكمه قدام النيابه العامه. القضيه انا عندي في النيابه العامه لا يقل عن 10,000 ورقه بدون مبرر، 10,000 ورقه قدام النيابه العامه بالتقارير الطبيه الصحيحه. وكيل التحاليل بتعدي اشاعات وتحاليل برضه عشان وكيل النائب العام لما جه حقق في القضيه وكان حقق بعنايه، لكن النهارده قال لي سؤال واحد بس وقال لي حاجه واحده، لو جت النهارده الطب الشرعي اثبت ان في اهمال انا النهارده هنزله لك في محكمه الجنح. لو جه النهارده التقرير الطبي اثبت ان ما فيهوش اهمال انا مش هقدر انزله لك في محكمه الجنح. طب احنا دلوقتي قاعدين الركيزه الاساسيه بتاعتنا او النتيجه بتاعتنا اللي احنا متوصلين اليها ان احنا عايزين نشوف النتيجه النهائيه للطب الشرعي. الغريب في ذلك ان الطب الشرعي قاعد مركون، النتيجه قاعده مركونه في الطب الشرعي اكتر من 3 شهور، ما رضيش يدونا النتيجه. فوجئنا ان النتيجه واهليته واهليه المجني عليه كانوا عارفين النتيجه هتحصل فيها ايه قبل ما تيجي النتيجه. يعني النهارده كان ان هو جوز اخته البشمهندس سعيد قال لي انا عارف النتيجه من الاول هتحصل ايه. فوجئنا ان النتيجه قالت ايه؟ طب يا فندم قال لك نتيجه مضاعفات من العمليه. طيب احنا سمعنا الاستاذ محمد، انا هرجع لحضرتك تاني. لسه انا ما خلصتش حضرتك، انا هرجع لك تاني. انا موضوعي أنا لابد بس ان يصل الى النائب العام شخصيا. طبعا احنا تمام. انا جاي النهارده معاليك هو معاليك، انا جاي النهارده وقاعد الساعه 1:30 او قاعد منتصف الليل، لان لازم اوصل معلومه صح. يا فندم حضرتك هتوصل المعلومه صح؟ اوصل معلومه زي ما حضرتك. انا سمعت سبت حضرتك تتكلم وسبت حضرتك، انا لسه ما اتكلمتش معاليك. احنا برضو بالنسبه لنا هنكمل حضرتك، لسه مشكلتك انا ما قطعتش حياتك. ماشي. عندي برضو المستشار القانوني عايز، وهو سمع من استاذ محمد وسمع ورق من حضرتك، وهو بالنسبه لنا احنا شفنا كتير على التواصل الاجتماعي نفس هذه القضيه. فيا ريت حضرتك زي ما حضرتك احنا بنسمعك برضو حضرتك يا ريت تسمعنا، وهنرجع ونوصل ماشي المعلومه. احنا هنا كلنا عشان نوصل المعلومه بتاعت حضرتك مش ضدك. لا احنا انا ما قلتش كده. استاذ ايمن طبعا انت حضرتك سمعت طبعا الاستاذ محمد وسمعت سياده المستشار في قضيه واحده تقريبا، هو حاله عنده والاستاذ محمد عنده حاله، بس هو نفس الشخص اللي اجرى العمليه وهو طبيب ونفس الدكتور.
هو اولا احنا كده الموضوع ده بيجرنا لمشكله اساسيه هي اعلانات السوشيال ميديا، الاعلانات المضلله، وان تحولت للاسف مهنه الطب اللي هي مهنه ساميه للواحد بيقدم روحه وبيسلمها للطبيب عشان يحافظ عليها الى اصبحت تجاره وبقت بالقسط زي ما حضرتك بتقول. ده كارثه. واحنا فين نقابه الاطباء وفين نقيب الاطباء اللي كانوا واجعين دماغنا ان احنا بحقوق الاطباء في اوقات معينه واوقات ازمات سياسيه؟ النهارده فين حقوق المرضى زي ما بتطالبوا يا نقابه الاطباء بحقوق الاطباء؟ طالبوا برضه بحقوق المرضى. وفي حاجه خطيره جدا بعد الاعلانات المضلله اللي بيساهم برضه فيها الضحيه، انا عارف برضه ان الضحيه مساهم في هذه الجريمه لانه بينخدع بهذه الاعلانات البراقه اللي بتوصله زي ما قلنا في الحالتين للوفاه. في شيء مهم جدا، الاطباء بيستخدموا يا فندم ادوات مغشوشه، الادوات دي لو سليمه لان هم بيسترخصوا حياه الانسان المصري. الاطباء اطباء مصر اصبحوا تجار على شعب مصر. هذه القضيه يا ايمن بيه، انت شايف حياتك بيقول لك ان هو التقرير جه ان هو مضاعفات او حاجه زي كده. لا بالنسبه لحضرتك لو انا شاكك ان الموضوع غير كده ممكن اعمل ايه الاجراء القانوني اللي اقدر اعمله تاني؟ والله انا الاجراء القانوني تقطعا في قرار هذه اللجنه وبتعمل لجنه اخرى، لكن النيابه العامه هي سلطه التحقيق والقضاء هو سلطته على اساس الورق. الورق قال في التقرير الفني اللي هو بيحرك الدعوه او لا يحركها، قال ان هذا الطبيب اخطا او لم يخطئ. ده شيء يعني حسب ما جاء بالاوراق. بنشكرك يا ايمن بيه برضه، وعايزين نعرف ان الاستاذ محمد حضرتك هل قمت فعلا بشكوى ضد التقرير للطب الشرعي بلجنه خماسيه او لجنه ثلاثيه، او ايه الاجراءات اللي تمت بعد ذلك؟ والله انا بعد ما انا خلص القضيه كانت في اجراء تحقيق قضائي لدى وكيل النائب العام، وبعد ما جه التقرير ادى امر بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. انا النهارده تظلمت من هذا القرار، وتظلمت قدام المحامي العام الاول لنيابه استئناف القاهره، وتظلمت دايما وللنائب العام شخصيا، وطلبت في التظلم بتاعي احاله الدعوه او احاله للجنه او لجنه خماسيه او لجنه سباعيه. ولكن برضو انا في حاجه عايز اقولها النهارده عشان احنا نفهم بس قصه الاهمال من ناحيه القانون. احنا من بعد قصه سعاد نصر ما فيش دكتور النهارده اتحاكم في الاهمال الطبي. ليه؟ حضرتك ان النهارده طلعت قرارات من مجلس الشعب قالوا ان النهارده الدكتور، احنا ليه نعامل الدكتور ان هو متهم؟ وليه نعامله ان هو زي المتهم اللي جاي من الشارع؟ طب انت مش عايز تعامله ليه؟ تاني حاجه ان انا ما فيش قضيه النهارده انت هتقدر تتحكم فيها في الاهمال. لان نص الماده 238 من قانون العقوبات قال لك كل من تسبب في قتل شخص ايا كان، لان هي في حقيقه الاهمال هي قتل، هي في حقيقته قتل وليس اهمالا طبيا. لان هناك كمان هناك فرق بين الاهمال والخطا الجسيم، لان انا كقانون لما اجي احاسب بين الخطا والاهمال الجسيم واحاسب، رغم ان هناك تقارير اثبتت ان الدكتور احمد صبح السبكي عنده اهمال واحده اثنين، أهم الدكاترة اللي قاموا بإجراء العمليات الأخيرة أثبتوا أن أحمد صبح السبكي عنده إهمال. ثلاثة، النهاردة الوكيل النيابة اللي حقق معايا أثبت أن أحمد صبح السبكي عنده إهمال. أربعة، النهاردة المحامي العام لما عرض عليه الورق وعرضت عليه الورق أثبت عنده إهمال. ولكن كل هذا وذاك أن النهاردة التقرير والنتيجة النهائية للطب الشرعي أثبت أنه ليس هناك إهمال. عمل إيه؟ قال لك حفظ الورق. أنا النهاردة كدوري إيه؟ كمحامي دور النهارده بطبق قانون. طب انت دلوقتي جايب لي جريمه وعندي متهم وعندي مجني عليه مات توفى، طب حقه فين؟ حقه فين وحق اهليته فين؟ الشيء الثاني اللي انا عايز اوصله النهارده لحضرتك وللمشاهد ان المتهم او المجني عليه ده كان في قطر وبيعيش حياته طبيعيه، والادهى من ذلك انه والله 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 انه كان قدك في الجسم. طيب انا عايز اسال حضرتك برضه سؤال، واخد بال حضرتك؟ قلت انا عايز اجيب حقه. اجيب ايه الاجراء القانوني اللي حضرتك شايفه ان انت شايف دلوقتي مع الساده المسؤولين اللي بيشاهدونا ازاي تجيب حقه؟ اجيب حقه طبعا عن طريق القانون.
احنا بلدنا زي ما انت قلت بلد قانون. لا ما هو بس ما فيش حد فوق القانون. بلدنا بلد قانون، مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق القانون، تمام كده. لكن في نفس التوقيت انا حق الناس دي راح فين، حقه راح فين؟ اول حاجه حق وانا حامل لجنه ثلاثيه او لجنه خماسيه او لجنه سبعيه استدعيها على حساب الخاص، تمام، وابدا تحقيق القضيه من جديد، تمام. وبعد كده انت من بتكلم عن قضاء، قضاء عندنا قضاء نزيه، يعني رغم ان مصر بها قضاء عادل ونظام امني متطور الا ان اخماد الجريمه في مصدرها. النهارده مصدر الجريمه راح فين؟ طب ما انا عندي متهم وعندي مجن عليه، طب انا فين القانون اللي انا عشان اطبقه على المتهم؟ ما انا عندي متهم والمتهم على بصر وبصيره قدام الناس، انا اوديه فين المتهم ده دلوقتي؟ ماشي يا ريت عنده حاله واحده بس، ده عنده كذا حاله. النهارده الراجل ده بيطيح زيه مثله مثل تجار المخدرات والسموم. احنا وصل لينا برضه، انا هاخد كلمه بس بعد اذنك يا تامر بيه، لحظه واحده بس من كلام الاستاذ المستشار. تمام دايما معاك. معلش، هو ايه رايكم برضه ان احنا نجمع كل الحالات؟ ما انا لسه هقول اهو استاذ تامر، انا وصل لينا برضه معلومات من نص ساعه ان في اكتر من 30 حاله نفس 30 الموضوع. حاله برضه موجودين، موجودين. انا عندي على الصفحه، انا عامل صفحه واهليهم بيستدعونا عندي ان عليها عدد كبير ننزل جدا، ننزل معاهم ونشوف على ارض الواقع ونصور ونسجل معاهم. فاحنا وعدناهم ان احنا الاسبوع الجاي ان احنا هننزل وهنصور معاهم وهنطلع في الحلقه الجايه باذن الله معاهم، وهنشوف ازاي الموضوع وصل لكده. احنا وصل لنا 30 حاله، وادي حالتين يبقوا 32 حاله غير اللي احنا لسه ما وصلناش. فاذا في كارثه موجوده، في كارثه موجوده من طبيب واحد، في كارثه موجوده ومستمره، موجوده ومستمرة على السوشيال ميديا. فانا بناشد دلوقتي السيد وزير الصحه، بقول له يا سياده الوزير فين الرقابه على هذه سياده الوزيره على هذه العمليات اللي موجوده وعلى هذه الاعلانات المموله اللي ماليه السوشيال ميديا كله. وبرضه بنناشد النائب العام بسرعه اتخاذ الاجراء في التحقيق في هذه القضيه، لانه مش شخص واحد اللي موجود، ده اكتر من 32 شخص حاليا لغايه دلوقتي المعلومين لينا، ومش عارفين لسه اللي غير معلوم. فطبعا اتفضل يا استاذ ايمن برضه كلمه اخيره للساده المسؤولين. بنشد وزاره الصحه ونيابه الصحه ان هم يبحثوا في امر هذا الطبيب اللي تجي منه على الاقل دلوقتي خلال نص ساعه 30 شكوى بحالات اغلبها انتهى بالوفاه من خلال الاهمال الطبي. وانا بتضامن مع كلام سياده المستشار الاستاذ محمد تركي واللي قال ان هذا هو قتل خطا طبقا للماده 238، وهو من تسبب بالقتل نتيجه الاهمال والرعونه وعدم الاحتراز، وهذا هو فعلا قضيه قتل خطا يستحق عليها العقاب الماده 238. وانا برضو بنشط ست وزيره الصحه انها ما يرضهاش هذا الكلام ابدا، وما يكونش في طبيب بيتاجر بارواح المصريين كده وبيقول ان هو فوق القانون. لا، ما فيش حد فوق القانون زي ما تامر بيه قال، ولا حد فوق العدل، وربنا ينصر مصر. استاذ محمد، رساله اخيره نوجهها للساده المسؤولين، نقول لهم ايه؟ والله انا رساله لمعالي وزيره الصحه، نقابة الأطباء والطب الشرعي، نقابة الأطباء، أنا بعت شكوى واستغاثة قبل والدي ما يتوفى، عايز طبيب انتداب طبيب يتابع الحالة. ردوا على الدكتور أحمد، ما ردوش عليا، الدكتور أحمد جاب لي إفادة قال لي إن هو لم يحدث عنده خطأ أو إهمال، وأنا ما قلتش في شكوتي إن هو عنده خطأ أو إهمال، أنا كان والدي لسه عايش، عايز طبيب يتابع الحالة. هو كل مشكلته في عدم متابعة المريض، ده بيعمل تدرج في الحالة كبير جدا وبسرعة جدا، بندور عليه ما بيجيش، بنتسأل عليه ما بيجيش. احنا بنشكرك طبعا، وبلدنا بلد قانون زي ما احنا قلنا، وان شاء الله بالقانون هتاخد حقك بإذن الله. بإذن الله هياخد كل واحد حقه في هذه طبعا التجارة اللي موجودة حاليا، تجارة البشر اللي احنا شايفينها دلوقتي، لان مفيش دلوقتي اللي احنا شايفينه دي مش مهنة انسانية. اللي احنا شايفينه في جزار قدامنا عمال طبعا بيضيع أسر كتير، بيضيع طبعا مستقبل ناس كتير، في إهمال طبي. الإهمال الطبي لازم يكون له برضه في الأول وفي الآخر إجراءات، ولازم طب مهنة لازم يكون فيها رحمة، لازم يكون في رقابة على هذه الإعلانات الموجودة وعلى المستشفيات اللي موجودة. وبرضه كلمة أخيرة برضه عشان وقت الحلقة ووقت الفقرة من سيادة المستشار، نقول إيه؟ حضرتك أنا أولا أنا بطالب بتعديل القانون بالنسبة لقانون للإهمال، دي واحد. اتنين، عن طريق مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، تمام. ثلاثة، النهارده الدكتور نفسه قال النهارده محدش مش هتقدر تجيب نتيجة سلبية بالنسبة للطب الشرعي. ليه؟ قال لك لأن الطب الشرعي دول تلاميذي.
لا 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 استاذ اوعى تطلع في طب الشارع. لا لا ما عليك ده بس نتيجه هو عايز حضرتك ما تقولش الكلام ده حاجه. لا 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 كلام الكلام ده كانت حاجه النهارده بيقول لي تاج على رؤوسنا تاج على رؤوسنا هو اللي بيحدد حاجه هو اللي بيحدد توجيهات شرعيه قانونيه كلنا بنحترمها حضرتك مستشار. لا 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 مستشار احنا بنقول لحضرتك كلامه هو انا بقول لا هو ما يردش كلام الاستاذ طبعا ما شكتش طبعا الشرع طبعا احنا عارفين ان عندنا قانون نزيه وعارفين طبعا ان طبعا احنا بلد ماشيه بالقانون كلها بالقانون وحضرتك راجل قانون وان شاء الله حقك هيجي بالقانون واحنا برضو بنناشد السيد طبعا النائب العام اللي هو يفتح القضيه ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ونشكركم جميعا.